يا صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يوم جديد مميز من برنامجنا وبرنامجكم بداية. اسمحوا لي الأول أرحب في الأستوديو بزمايلي نظير عيد. أهلا بك يا نظير. أهلا وسهلا بك يا معاذ. ومعايا زميلي محمد سالم. أهلا وسهلا بك يا محمد. أهلا بك يا معاذ. ومعايا زميلي أشرف زهران. أهلا وسهلا بك يا أشرف. في الفترة الأخيرة أعزائي المشاهدين لاحظنا انتشار قضية من أهم القضايا اللي بتواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي، وهي قضية التحرش. التحرش هي قضية من فترة كبيرة، ولكن أثرت في الوقت الحالي تأثر كبير جدا. أهم الأسئلة اللي بيسأل دلوقتي الشعب المصري عنها المتحرش بصفة عامة، ايه الاسباب اللي بتؤدي او ايه الدوافع اللي جواه بتخليه يقدم على الفعل ده او يعمل حاجه دي؟ هو الموضوع بيكون ليه كذا جانب وليه كذا طريقه. يعني هو ما تعرفش، هو بيكون مثلا مريض نفسي، ما بتعرفش ايه الرغبه اللي بتحركه. يعني هو عنده رغبه ان هو يعمل الحاجه دي، بس ايه السبب وايه الدافع اللي بيخليه يعمل كده انت ما تعرفش، لان كل واحد بيكون ليه ظروفه، ليه مقوماته اللي بتخليه يتحرك نحو اتجاه معين هو عايزه. فالاسباب الداخليه انت مش تقدر تتحكم فيها بسهوله، او مش تقدر تطلع عليها بسهوله، لكن الاسباب الخارجيه انت من السهل ان انت تشوفها، تقدر تحكم. ان انت بتشوف انسان انت بتحكم عليه من الخارج، لكن ايه الدافع اللي حركته من الداخل انت ما تقدرش تحكم على كده. هو في الحقيقه يكون برضو في قله وعي، في عدم انتماء للأسرة واحتواء الأسرة للشاب أو للفتاة، برضو بيأثر كتير جدا على الشخصية، على شخصية الولد أو شخصية البنت، بيأثر كتير جدا. طب والتأثير ده إيجابي ولا سلبي؟ لا، في الحقيقة تأثير سلبي. يعني غياب الأب ممكن، غياب الأم ممكن، ظروف الحياة، ظروف الاجتماعية هي اللي بتخلي الولاد والشباب بيتجهوا اتجاهات غريبة. يعني تمام. طب هي الاسره كده ليها دور؟ اكيد طبعا، ما فيش شك، الاساس هي الاسره. والله يا استاذ محمد، ايوه زي الاستاذ اشرف ماهر بالظبط، هي بخصوص عدم وجود الاباء والامهات، ما فيش رعايه عليهم، ما فيش ان هم يبقوا عينهم على اولادهم، يعني يبقوا عارفين برضو من اصدقائهم، من اصحابهم، تمسك بالقيم وبالاخلاق بالظبط كده. خصوصا ان الاسره هي المتحكمه، يعني هي تقدر تبني وهي اللي تقدر تهدم على حسب التاسيس اللي هي بتاسسه. انت ما بتتكلمش قضيه ان هو حد وصل ل 20 سنه و 30 سنه عشان يبدا يعمل كده، انت ارجع للبنيان بتاعه من الاول. بالظبط. من هو صغير دور الاسره نفسه، دور الاسره نفسه كان فين؟ عن الثقافه اللي هم وصلوا ابنهم ليها، الوعي الديني برضه بيأثر كتير جدا. بالظبط. فهي بتكون لها كذا جانب. طيب من الاسئله برضو اللي بتواجهنا او بتثير اهتمام الشعب المصري، بيقول لك هو في التحرش الغلط على مين؟ بيكون على البنت ولا الولد؟ هل البنت بملابسها هي اللي بتخلي المتحرش يعمل كده ولا مين؟ هو في الحقيقه برضه هقول لحضرتك على حاجه، الاثنين معذورين للامانه. يعني زي ما قلت لحضرتك، مفيش توجيه صح، مفيش احتواء صح للطرفين، ان كان للولد او ان كان للبنت. فده بالتالي بيخلي التصرفات بتبقى تصرفات خارجه عن المألوف. يعني لما الولد بيشوف البنت او البنت تشوف الولد في الشارع، بتبقى فيه حاجات غريبه يعني ما تعودناش عليها وما كناش بنشوفها في مجتمعنا. دلوقتي سبحان الله بقت ظاهره غريبه جدا وظاهره شبه منتشره، يعني نتمنى ان احنا تختفي من مجتمعنا. ما ده يرجعني لنفس النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان الاسره لو الاسره ما عرفتش تطلع بالبنيان المظبوط وبالاسس الصحيحه مش هتقدر تعمل كده. ولا انت رايك النشأة يا استاذ محمد؟ صحيح. صح. النشأة عالية جدا. يعني هي الموضوع راجع للنشأة رقم واحد. النشأة طبعا كانت سليمة، مفيش شك، مفيش شك طبعا، لا اختلاف على كده. طب انا عندي سؤال، اتفضل. ايه هي الدوافع اللي بتخلي الانسان يروح للتحرش؟ الرغبة ولا ان هو بيبقى عايز يحس ان هو مسيطر؟ خليني اقول لك ان احنا بصفه عامه كبشر يعني بتبقى جوانا رغبه، بس في المتحرش بتكون رغبه غير سويه. بمعنى ايه؟ يعني احنا قدام الجنس الاخر ولد او بنت بنبقى جوانا رغبه بطبيعه ان احنا اتخلقنا كده،
ولكن مش مبرر، ولكن المتحرش بيكون هو في الأساس، يعني خلينا نبص لشخصيته في الأول، المتحرش في الأساس هو شخصيته غير سوية، غير سوية دي مضطربة، ده حقيقي مضطربة، بيكون هو غير سوي في أفعاله، فبالتالي الأفعال اللي بتصدر منه أفعال غير سوية. يعني هو ما يقدرش يسيطر على نفسه، يعني احنا لو مشينا ورا الأسباب دي بس زي اللي هنطلع مبرر إن حد يروح يعمل كده، صح كده يا محمد ولا أنا رأيي غلط؟ يا هو مظبوط كلامه يعني تمام. ما انت دلوقتي انا بتأيد انا مخالف لراي معاذ، يعني انا هو مظبوط لكن انا ما ينطبقش معايا في الشارع. يعني انا دلوقتي لو مثلا عندي 40% عنده الرغبه وعايز يمارس ويعمل التحرش، هنا الرغبه تمام ما اختلفتش، هترجع برضو لنفس الكلام اتكلمت فيه، دور الاسره اللي هو من البدايه لو بنى صح بالظبط مش هيوصل عندي يا اما اكبر رغبه. النشأة اساسا غير صحيحه، يعني النشأة صح مش سليمه، صح النشأة لازم دي لازم ده قوام الموضوع، بتلاقي الشاب بياخد اتجاه غلط، ده قوام الموضوع او في العلاقه عموما يعني. بس في الاسر، بعض الاسر او بعض الشباب بينشأ نشأة بتكون في ظروف اجتماعيه او اقتصاديه صعبه شويه، فبالتالي مثلا لو هنقول ان الشاب مثلا عايز يتجوز، فبالتالي الظروف الاقتصاديه اللي هو فيها ان هو باختلاف طبقته فقير او غني، هو دلوقتي ما معهوش او ما مش في استطاعته ان هو يتزوج. بس مش مبرر ده يا استاذ معاذ، يعني مع احترامي يعني انا معاك، بس احنا بنناقش اللي هو الناس في السوشيال ميديا يقول لك طب هو هيعمل ايه، ما هو لو معاه فلوس كان اتجوز، ما هو لو معاه بيت كان هو اتجوز. لا 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 نرجع ينفع تبني سقف بيت بدون حيطان؟ لا طبعا لا. فين الاساس؟ فين الجانب الديني في الموضوع؟ فين النشأة؟ فين ان انت بتجيب طفل النهارده بتقول له حلال وحرام، بتقول له ده صح وبتقول له ده غلط؟ فعلا اصبحت معدومه. الطب ما اختلاف المستويات ان هو معاه او ما معهوش مش سبب، ولو رجعت كل القضايا بتاع التحرش اللي مرت في الفتره الاخيره هتلاقي فيها طبقه عليا ويقدر يتجوز مره واثنين وعايش حياه رفاهيه وكويسه وزي الفل، ومع ذلك بيعمل ده نابع عن حاجه جوه هو. الحالات دي بتبقى ده بيبقى يعني زي مرض نفسي، الحالات اللي بتتكلم عليها دي يا نظير، هي 100% حد مقتدر يعني ان هو يقدر يفتح بيت ويقدر يرتبط ارتباط حلال على سنه الله ورسوله، وهو مش بيعمل كده او مش بيتجه الاتجاه الصح دوت، بيتجه الاتجاه غلط، يبقى ده اكيد ده. انا مؤيد نفس الراي ان هو 100% مريض نفسي، انت شايفه ايه؟ أكيد. انا شايفه برضه مريض نفسي، وبرضه ده بيبقى على حسب، بيبقى بسبب برضه المشاهد الاباحيه والكلام من دوت. اه طبعا السوشيال ميديا والمواقع والحاجات هو دي، التحرش الالكتروني هو أكيد. فعلا في الفتره الاخيره انتشرت على السوشيال ميديا مواقع كتير بتقدم ماده مخالفه للعادات والقيم اللي احنا تربينا عليها واللي احنا عشناها من واحنا صغيرين، فبالتالي فعلا زودت. بس صدقني يا استاذ معاذ، اذا ربنا اولادنا صح ونشأوا نشأة فعلا نشأة سويه مرتبطين بالدين، كل الاديان بترفض الموضوع ده، ما فيش دين على الارض بيأيد موضوع التحرش والحاجات دي، ده مرفوض يعني طبعا. يعني الوازع الديني شكلا الموضوع طبعا طبعا ليه دور كبير جدا طبعا، كل الكتب السماويه وكل الاديان حرمت. طب بس احنا سيبنا سؤال مهم، اتفضل. ليه المجتمع بيبص للمتحرش على ان هو عدو، او بيلقبوه غالبا بعدو المجتمع؟ ده اللي بسبب فعله ولا بسبب فظاعة الفعل نفسه؟ لفظاعة الفعل. فظاعة الفعل طبعا. فظاعة الفعل. يعني مش لف... طب ليه بقى هنا بقى ما التمسناش ليه نفس العذار اللي انت اتكلمت عليها وقلنا؟ لا لازم نلتمس العذر برضه. لازم. بس هو عادي يتعالج يا استاذ. بس هو مخطئ. يعني طبعا ما فيش شك انه مخطئ طبعا. انا ما بجيش عليه عشان اقول ان هو مريض. بس بالمناسبة مش بس كل في ناس العلاج مش كله مريض. ومش كل العلاج عقاب. مش كل العلاج عقاب، يعني في ممكن العلاج بقى، انت حضرتك دلوقتي بتقول ان ممكن ليه ما تمسلوش العذر، لا نلتمس العذر ونعالجه، ده لازم يتعالج. بس لازم يكون في عقاب، من امن العقاب اساء الادب. اكيد اكيد اكيد. ده رايي. يعني المتحرش هو خلينا نقول ان هو في الاساس هو مريض نفسي وفي دوافع نفسيه هي اللي بتحركه. اكيد. دوافع دي غير سويه. اكيد. طيب خلينا نقول، طيب دلوقتي قضية التحرش في المجتمع بتاعنا بقت موجودة فعليا، ايه ازاي نواجه القضية دي او ازاي نتغلب عليها؟ نفس الكلام اللي قاله أشرف في البداية، بالوعي وبالخطاب الديني. ايوه بالخطاب الديني وبثقافة الولاد
وبأعمال كتير جدا. انت المتحكم. الدراما عليها عامل، المجتمع كله عليها عامل، هو المتحكم الأساسي، عليها عامل المجتمع من حولك العامل الأساسي. هات عشرة عشرة، هات تسعة صالحين، واحد فاسد، وحط وسط العشرة. أعتقد يفسد العشرة الشخص وارد. الفاسد يعني، بس بنسبة 10%، بس ب90% هيتحول لحد كويس. هات واحد كويس حسب تأثير الجماعة، مش كويسين التأثير الغالب. فأنت ما تسيبش بقى، ما تجيبليش واحد وتحط وسط المجتمع بكل اللي فيه بقى من شتايم وسب وقذف وتحرش وكل القضايا اللي احنا بنشوفها، وتيجي بعد كده تلوم عليه لما يعمل الشيء اللي مش عاجبنا، او لا يتماشى لا مع الدين ولا مع عادات وتقاليد ولا مع عاداتنا ولا مع اخلاقنا ولا مع عاداتنا ولا مع اي حاجه. وبعد كده تبدا تحكم وتقول ما هو شاف، انا مش حكم ان انا استنى هو شاف، انا حكمي انا بعلمه ايه، اتحكم فيه يشوف ايه وما يشوفش ايه، اللي ممكن هو يعمله اللي ممكن ما يعملوش. اوجهه صح، التوجيه اوجهه صح. وفعلا لان احنا مجتمعنا المصري هو مجتمع ليه عاداته وتقاليده بخلاف اي المجتمعات التانية. اكيد انت شايف له حل تاني غير التوجيه؟ لا ده مفيش، لان احنا كدوله، احنا كدوله، احنا دوله اسلاميه مفروض، ولكن احنا مش ماشيين بالدوله الاسلاميه يعني. تضبطنا معايير اسلاميه، معايير اسلاميه هي اللي بتحكمنا وبنعيش عليها فعلا. هو بقى المتحرج بيروح بعيد عن الناحيه دي خالص. ما هو غالبا اللي هيفكر انه يعمل الفعل ده عمره ما هيكون على قدر من الدين يعني تلاقيه بيسمع انه هو مش مستحيل. أكيد. ما هو ده زي ما الاستاذ اشرف قال، ده بخصوص السينما والدراما برضو، ده ليه عائد اكيد عليها عامل كبير. طبعا. طب انا ليه ما اخدش المجتمع كله عليه عامل يعني. هو شايف قدامه الشاشه والناس كلها بتعمل كده، فطبيعي ان هي فعلا المتحكم. مسؤوليه المجتمع يعني. بس انا المتحكم، انا شايف قدامي ماشي، بس انا المتحكم. بتتكلم على مين يا نظير بالظبط؟ بتكلم على المجتمع. انا بتكلم على المجتمع. هو بيقول ان هو شايف، انا دلوقتي ماشي في الشارع كام واحده كاسيه عاريه في الشارع؟ كتير. كام واحده على اخلاق ودين وخلق؟ كتير. لا موضوع اللبس اود هنا واعمل موضوع اللبس من ضمن العوامل. انا هقول لك برضه، اصل موضوع اللبس موضوع يعني ايه، حريه، دي حريه شخصيه، ومش معنى ان في حد بيلبس يعني لابس مثلا قصير او لابس بنص كم يبقى حد مش كويس. مش ده مش تماما ضد عشان كده يعني. انا عشان كده اتكلمت في التوجيه. لو انا عملت اللي عليا زي ما دين قال لي، اغض البصر وصيام، التزم يا سيدي، التزم. وهو بالزبط. عمل الجانب اللي عليه، هنا هتحط ايدك على انا بحل المشكله. لكن انا بتكلم في سلبيات الجانب ده، والتاني بيتكلم على سلبيات الجانب التاني. تقدر تقول لي فين الحل اللي انا وانت واشرف ومحمد هيطلع بيه؟ مش هتلاقي فعلا. لا هنلاقي 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 ضروري هنلاقي. انت هتلاقي يا الحلول كلها في المجتمع نفسه. هيلاقي اما يسمع ولا من غير اما يسمع؟ هيلاقي، هنلاقي حلول. بس لازم يسمع، لازم يتعلم. هي ظاهره، هي ظاهره وشبه تفشت يعني، بس بامر الله تتحجم الله ذلك. يا رب. طيب يا محمد سالم، انت دلوقتي احنا اتكلمنا عن التحرش بصفه عامه، هل احنا شايف انت لينا كدور مؤسسات، اللي هي المؤسسات اللي هي اللي بتعرف تساعد نفسيه، تقدم علاج للمتحرش نفسه، ولا هل في حلول ولا لا؟ والله هو الحلول ديت لازم يعني، معلش ممكن بس توضح لي سؤال تاني؟ معلش. طيب احنا بنقول ان احنا دلوقتي المتحرش هو غير سوي نفسيا، وهو عندي مشاكل نفسية بتخليه تظهر منه الافعال السلبية. تمام. احنا دلوقتي كمصر عامة يعني، دور المؤسسات في الوقت الحالي لازم يبقى ليها دور كبير ولا لا؟ لازم يبقى ليها دور كبير طبعا. لازم يبقى هي تبقى العامل الاساسي للموضوع دوت، عشان خاطر هتساعد ناس كتير من الازمه دي. احنا في مصر هنا بنواجه ازمات كتير قوي من الموضوع التحرش دوت، وهيئات وجمعيات خاصه وجمعيات اهليه ومش عارفين نحلها يعني. بقى الموضوع بقى ودور الثقافه ودور وزاره الثقافه اساسا، ودور ودور الفن عموما. الفن بيشكل الذوق يعني بيغير من اخلاقيات الناس. الموضوع لازم يكون مبني على التعاون من كل الجهات، الكل كله لازم الكل يتدخل في الموضوع. بس لازم يبدا بنفسك يعني، انت تروح لمرحله التقويم اللي هو انا هعدل من نفسي بالظبط، او انا هصلح من نفسي، انا هروح للحته دي. فانا لو ما قدرتش
اوصل لان انا اقاوم نفسي وبعد كده ابدا اخد المساعدات الخارجيه مش هتغير. لان انت لو عطيته مساعدات خارجيه وهو ما عندوش قابليه يعني انت تقدر تقول ان الشخص لازم يكون من جواه عايز يتغير عنده قابليه للتغيير ان هو حابب هو لو ما عندوش قابليه هيتعلم؟ لا مش هيتعلم. لو قعدت تقول له مره واثنين وثلاثه واربعه مش هيتعلم بس هو كان سؤال معاذ ان ازاي المؤسسات الاهليه والجامعات الاهليه والمؤسسات الخاصه انا بتكلم على كده ان كل دوت يشترك في المجتمع ان احنا هيشترك نقدر ما هيشترك وهي هي المؤسسات دي عليها دور الدور بتاعها هتعمله اكيد لو انا بقى ما بداتش اسمع للدور ده واعمل بالنصايح اللي جات لي من الجهه دي ايه اللي ممكن يفيدني في الموضوع مع برضه شيء من العقاب مع شيء من العقاب لازم يكون أكيد. في شيء من العقاب أكيد. حتى لو مريض اكيد هو فعلا المتحرش لازم يبقى في صوره من العقاب ليه بحيث ان بالزبط. هو ياخد باله على الاقل ان هو الفعل اللي صدر منه ده فعل خطا لان انت هتكتشف انه مش مريض باختبار بسيط هاتوا اتحرش بحد من اهله مع انه مريض في حكم الطب مريض هاتوا اتحرش بحد من اهله مش هيرضى هنا هو كده مش مريض كده هو فاهم بس بيدعي المرض عشان يوصل للغاية بتاعته اللي هو ايه الطرق اختلفت بس في نفس وصل لفين لنفس المكان بس خلي بالك برضو ان فعلا الشخصية غير سوية انا متأكد ومؤيد الرأي ان هو شخصية غير سوية ولكن هو بيدعي طيب يا محمد انت شايف الشخصية الغير سوية اللي بيكون فيها المتحرش هل هي ليها علاج ولا هي صعبة العلاج إنه هو صعب يعالجها ولا لا يعني هل هو هيقدر يضبط نفسه ولا لا أكيد لو هو مشي على النظام العلاجي وحاول مثلا إن هو يطور من نفسه وكده لازم المجتمع كله يساعده لازم المجتمع كله يساعده يعني ما ينفعش برضو إن هو يبقى منبوذ يعني برضو اللي هو لو الناس بعيدة عنه أو كده أكيد هو هيحس إن هو نكرة فمش هيطور من نفسه أو الموضوع عقاب بس برضو هتبقى صعبة جدا على الشخص الموضوع يبقى عقاب بس من غير ما نعالج القضية من جذورها هيبقى صعب جدا على الشخص طب هو لما بيمارس كده بيكون شايف إن هو قوي يا محمد ده هو ما هو زي ما قلنا بقى هو ممكن سبب مرضه مهيئ له ان هو يعمل لا مش قوة هي رغبة بس هي رغبة مش قوة طيب رغبة شيطانية ممكن تكون يعني. غالب عليه فيها القوة هو هيشوف نفسه راجل وكويس وزي الفل هو شايف ان جانب القوة فيها اقوى من جانب السيطرة تمام انت مؤيد ايه سيطرة زي اشرف لا هي رغبة رغبة ام سيطرة انما مش قوة خالص لا هي مش قوة ما اعتقدش ان هو قوي مش قوة لا خالص يعني. هي الرغبة بتكون في البداية رغبة وبعد كده هو بيجيله احساس ان انا كده يعني الرغبة دي في البداية انا بقول بعد ما يخلص هو عمل تمام. ايه احساسه هو شايف نفسه بقى دلوقتي ان هو قوي ولا بيرجع لمرحلة الندم هو مش هو هيكون اشبع رغبته لا هو اكثر ولا اقل هو بيديله احساس ان انا كده انا اشبعت الرغبه ان انا ايه فعلي ده اللي انا عملته صح يعني هو كل اللي عايز يشبع على احساس بقوه ولا لا احساس هو بقوه ولا هو الرغبه هي اللي حركته على الفعل ده هو الرغبه هي اللي حركته ان هو يعمل كده بس بالتالي الرغبه دي سلبيه ولكن هو بدون مش التفكير شايف بدون التفكير بقى بدون ما يفكر في العواقب بدون هل التفكير هي ممكن تنتهي بسهوله هتنتهي بسهوله ضروري هتنتهي مش بسهولة علشان هي تفشت واخدت وقت فمش بسهولة طب الشغل ده شايفه ياخد وقته كتير قليل لا هياخد عمر هياخد كتير جدا يعني ثقافة كمان مش حسب برضو حسب العوامل المساعدة في المجتمع طب لو كل العوامل بقت متاحة يعني ده سؤال هو للكل هاخد رأي كل واحد فيه تختفي الظاهرة العوامل كلها بقت متاحة ومع ذلك لازالت الظاهرة موجودة لا ما اعتقدش لا هنفترض ان فيه ايه العقاب اللي ممكن يحصل لشخص زي ده بعد ما يلاقي الدنيا كلها مؤهله قدامه انه ما يعملش عوامل ده. تمام مش مريض ماديا تمام ويقدر يتجوز مره واثنين وثلاثه رفاهيه تامه ومع ذلك عمل كده ده يبقى عايز عقاب ده اكيد ده يبقى يتعاقب طبعا تتوقع ايه العقاب يعني ممكن تديله ايه عقاب تخيل لو انت اللي ممكن تحكم حسب الجريمه برضه وحجم الجريمه العقاب يبقى حسب حجم الجريمة في كده حالات هو راح لنفس النقطة تاني هو انت معاك كل العوامل فمهما كان يعني مهما كان الموضوع اللي هو عمله بالنسبة للمجتمع شيء كبير اكيد
أكيد. انا بكلمك طيب. في وقت كل العوامل بتساعده. طيب يا محمد، انت شايف ان المتحرش ده، او انت قلت ان هو هياخد وقت، الوقت اللي انت شايفه ده هل هو سرعه استجابته؟ يعني هل الوقت ده مرتبط ان هو سريع الاستجابه، يعني قدر يتعافى وقدر ان هو يستجيب لرغبه التغيير، ولا لا هو هياخد وقت وفي الاخر ما فيش استجابه جواه؟ لا هو هياخد وقت، لان هو طبعا ده بيبقى انسان، لو زي ما قلنا كده ان هو بيبقى مريض بالضبط، فالمرض ده كده كده لازم يبقى ليه وقت ان هو يتعالج منه، هو مش مرض جسدي ولا ده نفسي، ده يعني ده مرض نفسي، فالمرض النفسي وطبيعي الامراض النفسيه بتاخد وقت. مش هو لو ساعد نفسه ممكن يخلص منه؟ ما هو عشان حاطط في دماغه ومقتنع بافكار مش حقيقيه. ما هو لو قدرنا بقى ان احنا نحرك له الافكار السلبيه دي ونطلعها منه ونحولها له، تمام، هنا فرصه العلاج اظن تبقى هتبقى أسرع. افضل، هتبقى اسرع. صحيح، هتبقى اسرع، يعني بدل ما ياخد شهرين ثلاثه هياخد قد ايه؟ شهر. بس هو لازم زي ما انت قلت لازم يكون هو هيكون متاح بقى خلاص، هو من جواه عايز يتغير، عنده رغبه، خلاص هو عايز يتغير وعايز يعمل حاجه مفيده وعايز يتغير في المجتمع، وبدل ما كان بيأثر سلبي هيبقى بيأثر ايجابي. صحيح، عارف. صحيح. محتاج تأهل النفسيه، نفسيه الشخص نفسه محتاج تأهلها، يعني يبقى فيها شيء من التأهيل. صحيح. ان هو يبقى عنده استعداد يستجيب. ما هو العلاج نفسي بس. صحيح بالظبط، يعني غالبا حتى لو في ادويه بس نفسي ده اول شيء، لان ده العامل الاساسي في الموضوع. اكيد. يعني احنا ننظر للمتحرش دلوقتي بنظر التعاطف، ان احنا نقدم له يد العون والمساعده، ان هو شخصيه مضطربه بالظبط، وما نبصلوش ان هو منبوذ، احنا بالعكس احنا هنتعامل معاه ان هو في مشكله نفسيه معاه، فبالتالي احنا هنحاول نحلها. انا اؤيد كل كلامك الا ان اتعاطف معاه. التعاطف هو مريض، هو مريض وحال المجتمع عليه، وحقينا ان احنا نتعاطف معاه عشان اقدر اعالجه يا استاذ نظيف. ماشي هعالجه، بس ده اصل التعاطف معاه، اصل هو لو في حد خد بقى كلمه تعاطف على الناحيه انا مش هسقف له طبعا، فاهمني ازاي؟ انا مش قصدي التعاطف بالمعنى ده. ماشي، انا عارف انه مريض وان انا اساعده وان انا في جنبه وان انا امشي عليه واخد بايده، عشان لو كلنا سبناه ما حدش هيروح له، فهيكرر الفعل مره واثنين وثلاثه، عدم النبذ اللي بيتكلم فيه. لكن ان انا لكن انا لازم اكون متاكد ان هو ارتكب شيء فظيع. يعني احنا نقول ان احنا دلوقتي لازم دور المؤسسات الاهليه تقدم المساعده للمتحرش، بحيث ان احنا نقدر نعالجه ويكون جواه كمان رغبه هو للتغيير. دور الدراما، دور الكتاب، دور المثقفين، دور الكنيسه، دور المسجد، دورنا كلنا، دور المجتمع كله في الموضوع. الموضوع ما يخصش شخص ولا اثنين ولا جماعه، ده الموضوع يخص امه يا استاذ. تمام، نشكر مشاركة حضراتكم معانا النهاردة، وأعزائي المشاهدين إن شاء الله لنا لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بداية، في حفظ الله ورعايته. شكرا جزيلا.